برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج منامات لهذا الأسبوع. معكم أنا فؤاد الأهدل وباستضافتنا الدكتور والشيخ يوسف الحارثي مفسر الرؤى والمعبر المعروف. طبعا مثل كل حلقة رح نذكر لكم أرقام التواصل على STC 8477 موبايل 640660 وزين 746262 مجددا على STC 847700 موبايل 640660 وزين 746262. كل اللي عليكم انكم ترسلوا على SMS بمناماتكم ورؤاكم احلامكم وتذكرون فيها الحال او حالكم وضعكم ايش اللي صاير في هذه الفتره اللي جاء او اللي جات فيها المنام، واذا كان في اشخاص في الرؤيا ايضا ايش اللي يمرون في هذه الفتره. كذلك يعني تحرصون ان شاء الله تعالى على كتابه المنامات بلغه عربية أو لغة سليمة حتى نقدر نقراها عندنا في سيستم SMS. كذلك راح نستقبل اتصالاتكم على الرقم 700-57499، هذا الخط الساخن اللي راح يكون على طول معنا إن شاء الله وخط مباشر نستقبل فيه المنامات. في البداية نذكر أو نرحب بالأصحاب الدكتور يوسف الحارثي. دكتور يوسف أهلا مرحبا فيك. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا. الله حيك دكتور. دكتور لعلنا نبدأ بأول منام في الحلقة. المرسل يقول رأيتني على الشاطئ وكان في ناس كثير ما أعرفهم وشفت على الأرض عنكبوت أسود، وبعدين جاء زميلي في العمل عبد الرحمن وقلت له ليش ما نصلح ملعب طائرة، وقلت في نفسي أجيب تريلتين وكل واحدة نمليها 6 مرات وردمت جزء من البحر جنب سور أبيض. يقول أنا متزوج من الرياض وما ألعب طائرة. ما ألعب طائرة؟ لكرة الطائرة. أي نعم. على كل حال هذا لعله يعني هو موضوع يعني متردد بين أمرين هو والله أعلم. طيب. وهذا الأمر يحتاج منه إلى جهد، يعني يحتاج منه إلى شيء من الله. لكن أهم حاجة في هذا الأمر أنه لا يشيل هم هذا الأمر، يعني كما يقال يعمل في هذه الخطوات لهذا الموضوع، لكن بدون أن يكون هناك شيء من الخوف والتردد في هذا الموضوع. جميل. إن شاء الله سبحانه وتعالى سيتم له ما يريد. البحر طبعا يرمز إلى الربح يعني والله أعلم في ذلك الأمر والله أعلم. طيب نذكر مستمعي الكرام اللي انضم إلينا للتو على أرقام SMS مستقبلين إن شاء الله تعالى مناماتكم على STC 847700 موبايل 640660 وزين 746262. معنا أول اتصال في البرنامج. السلام عليكم. ألو. أي نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الشيخ عندي رأي ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن تفضلي. اسمك كريم؟ عائشة سبيتي من الطائرة. تفضلي أخت عائشة، الشيخ يسمعك. شيخ أنا سلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا حلمت في أختي، هي تعبانة بالحين، حلمت في أختي كانت مجموعة حريم في غرفة، كان الله يكرمك في نفس الغرفة هذه كرسي الحمام كان أختي جالسة عليه، كان في حرمة دخلت ما أعرفها معاها منشفة وردية، كان أخذت من شعر أختي من فوق من القلة كذا نتفت شعر وأخذته في منشفة، كاني دخلت أنا وراها كني قاعد تخاصمها، قلت ما راح تخرجين الغرفة، وقفلت عليها غرفة قلت لين جيبينا الشعر اللي خدتي أنا، وكاني قلت بروح لا أشتكيك عند المديرة، كاني رحت كلمت حرمة كيف غرفة علمت عنها ما سوت الحرمة هذه، وكنا اسمه عبد الشيطان جات تجي معاي الحرمة وسمعت حريم قالوا إنه نقزت مع الطاقة راحت. نعم. أنت ترير أختك تعبانة بشيء أختي؟ نعم. أختك إيش تعبانة فيه؟ أختي تعبانة شيخ أنا أثر سحر وكذا على شيء أشوف مرة يقول مع سحر مرة مع مسخرة. طيب أنا أخشى إنه هذا الأمر تأثرك بهذا الموضوع، يعني أخشى إنه يكون من حديث النفس والتفكير في هذا الأمر. هي بالفعل من... تعبانة. نعم. أقول هي بالفعل تعبانة. إيه لكن أنا أظن هذا الأمر من تفكيرك في هذا الشيء، يعني والله أعلم من تفكرين في هذا الموضوع. يعني تفكرين فيما يحصل لها من سحر ومثل هذا الأمر. على كل حال يعني دورة المياه ترمز إلى زوال أذى إن شاء الله من قضاء حاجة، فعل الله سبحانه وتعالى يكون سبب، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني برقية معينة أنتم عملتوها كان سبب في زوال هذا الشيء والله أعلم.
طيب شيخ ممكن رؤية ثانية؟ تفضلي على سريع. اسمه حلمة الوالدة يا شيخ فيها أنا كان يانا يعني ذهبت البيت واحد اسمه مستور فايز. كان الوالدة ما هي راضية، كانت تقول دقوا على أختكم شوفوا ترى وين راحت من تحت الرؤية. وهذا اللي اسمه مستور يعني كبير ايش ايش يعني ما تعرف يعني الوالدة ما تعرفه بس كذا اسمه. على كل هو لعله اذا كان فقط اسم فلعل الاسم هنا مقصود يعني يعني انه يعني شخص سياتيكم لعله يخطبك. انت غير متزوجه؟ لا لا شيخ. لعله ياتيك صاحب يعني مستور حال يعني لعله ان شاء الله يتقدم، لكنكم رفضتون يمكن مره سابقه، لكن سيتقدم مره اخرى وسيكون في خير يعني زواجك منه في خير والله اعلم. طيب يا شيخ رؤية ثانية ممكن؟ جدا على السريع يا اختي كريم لانه عندنا اتصالات. شيخ انا حلمت اختي هذه اللي نفسها وليه كان انا اقرا عليه كان خرج شيء اسود مع جنبه يا شيخ. فسرت الرؤية هذا فقالوا لي انه سحر هو. فما ادري. انا ان شاء الله انت اقرا عليها يعني استطعت تقرين عليها البقرة الرقية الشرعية لعل الله ينفع بقراءتك وتكون سبب في شفائها. شكرا أخت عائشة أشكر لك اتصالك. أيضا دكتور في المنامات اللي وردتنا على الاسمس مرسل يقول حلمت بأنه أو كأني أحمل يعني ما أدري الرسالة ما هي واضحة قدامي لعلي يعني أرجع لها لاحقا يمكن تكتمل بعدين، لكن نأخذ اتصال ثاني. ألو السلام عليكم. ألو مرحبا السلام عليكم. ألو أنت على الهواء. طيب اتصال ثاني. السلام عليكم. ناخذ اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم يا شيخ؟ ممكن الشيخ يسمعك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش يا شيخ انا عندي حلم من فتره كده تقريبا حلمت اني اشوف فاره يعني انثى منهم وتكون الفاره هذه تقريبا كده كانها حامل اعتقد بس وتحاول يعني احاول امسكها وزي كده يعني رغم اني في الحقيقه اخاف منها احاول امسكها وما تسوي لي شيء يعني بس تبعد. جميل. انت يا اختي كريمه يعني فيه لك صديقه او شيء تسعين وتبحثين عن الهموم اللي هي شايلتها؟ هي صديقه لك انت مهتمه بامورها طبيعي يعني انا اصلا عاده مو صديقتي بس يعني اي احد يعني احب اعرف ليه زعلانه. والله هذا الشيء انتبهي له يعني قد يعني هذا الاسلوب قد يوقعك في اناس يعني فيهم يعني غير صالحين او مفسدين او قد يضرونك بشيء يعني قد يكونوا حاملين هم او شيء لكن يوقعونك معهم في مشكلات كبيره فاحذري من هذا الامر يعني ليس مع كل احد يعني تعملين هذا الشيء يعني تحذري من هذا الشيء. طب وفي حلم ثاني يا شيخ تفضل. حلمت ان اكون طالع من جنب بيتنا والاقي شجره الشجره هذه اوراقها مره كبيره يعني حتى انها مغطيه كذا كانه سقف يعني بس انا اعدي من تحتها اعيدي اختي مره ثانيه صوت واضح حلمت ان يكون في شجره موجوده جنب بيتنا الشجره هذه كبيره واوراقها كبيره يعني المهم تكون كذا كانها سقف يعني مغطيه على كانها مظلله المكان يعني هذا ما شاء الله الشجرة هنا ترمز للعمل الصالح إن شاء الله وعمل خير يعني فالظاهر والله أعلم هناك من أهل البيت ومن يعني من يعمل أعمال طيبة وهي سبب إن شاء الله يعني حفظ وظل وخير للبيت إن شاء الله. شكرا أهلا وسهلا. أيضا من المنامات المرسل يقول في الحقيقة يقول في الواقع أنه أم زوجي تناظر لطفل صغير وتمدح فيه وتقول يا حلوة وبعدها يقول تحلمت أو تحلمت في أم زوجي تجري في الفضاء وتضحك وطفل يجري خلفها يبكي بس ما أدري هو نفس الطفل اللي في الحقيقة أو لأنه في الحلم يقول ما وضح شكله إلى هنا. هذه مرسلة. نعم واضح دكتور ولا عيد المرأة؟ إيه لا واضح على كل حال. أولا فيما يتعلق بالرؤية الأولى هذا أمر لعله متعب لهذه الوالدة وإن شاء الله عاقبته يعني وفرجه إن شاء الله قريب ويعني سيتم الأمر إن شاء الله هذا الهم سيزول عنها إن شاء الله وهذا الشيء المتعب لها سيزول عنها بإذن الله ويكون عاقبته إلى خير إن شاء الله. الرؤية الثانية إيش؟ اللي هي تحلمت في أم زوجي تجري في الفضاء هذه الرؤية دكتور؟ الرؤية الثانية لعلها هذه. طب على كل اللي هي تحلمت نذكرها على السريع تحلمت يقول في أم زوجي تجري في الفضاء وتضحك وطفل يجري خلفها يبكي بس ما أدري هو نفس الطفل اللي في الحقيقة أو لأنه في الحلم ما كان واضح شكله على كل هو الجري في الفضاء لعله سعي في أمر يعني ليس له نتيجة أو ثمرة
ولعل يعني هذا الشيء يعني فيما بينك وبين أم الزوج في بعض الملابسات في نفسك أنها قد تسبب لك بشيء في المستقبل، لكن لن يضرك شيء، بالعكس هي إن شاء الله تسعى إن شاء الله لما فيه الخير، وإن كان هناك شيء لن يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب مرسل آخر يقول حلمت أنه عندنا عزيمة في رمضان على الفطور والناس مشغولين، وفجأة تجاوز وقت الإفطار بساعة ولم يشعر أحد بذلك، وكنت قلق جدا، وكان من ضمن المعازيم ابن عمي اللي يقول بيننا عداوة، والدي المتوفي، وعند إبلاغي لوالدي بأن موعد الإفطار مر عليه ساعة ما رد علي، يقول وعند نزولي لوالدتي وجدت خالي في المطبخ نصف عاري يبحث بلهفة عن شيء ما أدري ما هو. المرسل أبو جنة. أقول إن أخي الكريم هذا يعني لعل الخلاف فيما بينكم أنت وهذا القريب يعني ابن العم الظاهر إن شاء الله يعني سيكون إن شاء الله فيه يعني تآلف وتلاقي وتصالح، وهذا الأمر سيسعدك يعني لسببين. السبب الأول أول شيء لأن هذا الأمر يرضي الله سبحانه وتعالى، والثاني حتى لا يكون هنالك يعني قطيعة رحم. الخال العاري نصف عاري، نعم نصف عاري، هذا لعله يعني خير لك في أمر، وأنت هذا الأمر تم شيء من جزء منه، لكن هذا من خير من يعني الخير لك أنه يتم هذا الجزء الذي يعني حصل لك، وهذا فيه خير لك، ارضى به وإن شاء الله يكون هذا الرضا هذا إن شاء الله فيه يعني صلاح لك والله أعلم. طيب نذكر مستمعينا الكرام على الاسم اس على الاستي سي 847700 على موبايلي 640660 وزين 746262 او على الخط الساخن 700575499. ايضا مرسل يقول كاني احمل ولدي، اظنه دخل في المنام على طول، كاني احمل ولدي وسلمت على موظف في البلديه واذا بولدي يبول بيننا. أنا يقول اسمي مبارك متزوج وعندي ولد، علما أن ولدي عمره سنة ونصف ونملك معدات ثقيلة، يمكن هذا المجال العمل أو ما شاء الله. طبعا هنا ما شاء الله تبارك الله يرمز هذا بول الولد يرمز إلى أنه رأس مالك أو عملك هذا سينتج منه ما شاء الله تبارك الله يعني مبلغ طيب، يعني يعني هنا يرمز إلى المال يعني والمكسب في هذا الأمر، سينتج منه مكسب طيب إن شاء الله يزيد الله سبحانه وتعالى به أذى عنك والله أعلم. طيب أيضا من الرسائل حلمت بأن خالاتي انخطبوا، كأن واحدة تبكي تقول مبغى والثانية تضحك تقول عادي إذا جاء أو راح. إلى هنا وتوقف النص. هذا لعله يرمز لشيء في نفسك أنت، يعني أنت مترددة يعني وفي نفسك أنه إذا أتى زواج ما أتى زواج، ويعني هناك متردد في نفسك بين أمرين فيما يتعلق بالزواج. على كل حال الخير لك إن شاء الله والله أعلم أنه موافقتك على هذا الأمر ويعني إسرائك في دخولك في هذا يعني في موضوع الزواج، عل الله سبحانه وتعالى يكتب فيه خير لك والله أعلم. طيب مرسل يعني كذا يعتب علينا يقول ليش ما تقرون منامي، احنا جايين بالرسائل اخوي الكريم بس واحدة واحدة، واحنا يعني انا وان شاء الله تعالى راح اقرأ المنامات بشكل سريع والدكتور راح ان شاء الله تعالى يختصر في التفسير، لكن احيانا يحتاج المنام الى تفصيل اكثر بحسب المنام. مرسلة تقول حلمت اني جبت ولد ولكني لم اراه في الحلم، واخواتي جالسين عندي في البيت وينادوني حمودي يقصدون ولدي، وهم يبتسمون ويقولوا لي وجهك فيه بياض ناصع أي بعد الولادة، وكان بطني يؤلمني قليلا، تقول أنا لست متزوجة ولا مخطوبة. هذه مرة أخرى معلش. حلمت أني جبت ولد لكن ما شفته في الحلم، وأخواتي جالسين عندي في البيت وينادوني حمودي يقصدون ولدي، وهم يبتسمون ويقولوا لي وجهك فيه بياض ناصع بعد الولادة أي بعد الولادة، تقول وكان بطني يؤلمني قليلا. ما ذكرت شيئا من حالها. حالها انه ليست متزوجه ولا مخطوبه. اي نعم. طبعا هو يعني هذا الشيء يعني الذي يؤلمها والله اعلم لعله تاخر ما يتعلق بزواجها ورغبتها في ان يكون لها ذريه، لكن يعني ما شاء الله تبارك الله الرؤيه تبشر بهذا الامر انه سيكون ان شاء الله هذا الشيء الذي يعني يؤلمها والذي يزعجها في قضيه تاخر هذا الامر يعني سيزول باذن الله، يعني سيتم لك الزواج وسترزقين بذرية إن شاء الله طيبة وتسعدين بهذا الأمر كثيرا من الله أعلم. طيب مرسل يقول أنا متزوج وموظف
يقول خرجت مع أمي لأشتري حلى من سوبر ماركت وطولت وأنا أدور حلى أحسن من اللي شفته، وبعد ما رجعت للكاشير دفعت وطلعت ولاحظت أنه كان جنبي وكنا رايحين مكان، ويوم جلسنا بشكل صف ونتابع تلفزيون جاء واحد وقال الملك عبد الله الله يحفظه بيجي، ثم جاء على كرسي وجلس يناظر معنا، وأنا كنت أبي أقول له شيء يعبر عن حبنا له وفي خاطري كم طلب. ويقول بعدها مشهد بالتلفزيون منظر غريب، غابة فيها شبل كبير وفوقه رجال، ثم جاء واحد يقول أبي هريرة قال الرسول بهذا اللفظ، وتوقفنا. هذه والله أعلم أظنها رؤية يعني عامة، ف يعني إن شاء الله أنه فيما يتعلق بهذا البلد فهو فيه خير وإلى خير ولن يضره أحد، يعني لن يضره أحد أيا كان هذا أحد سواء كان مفسد أو غيره، لالتزامها يعني بهذه البلاد بالقرآن والسنة إن شاء الله سيحميها الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء والله أعلم. الحمد لله. نأخذ معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أنت على الهواء. ممكن أكلم الشيخ بالله؟ ممكن. الاسم كريم؟ أبو مصعب. حيلا أبو مصعب، تفضل الشيخ يوسف يسمعك. السلام عليكم يا شيخ يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يحفظك، أنا رأيت رؤيا أني في مسجد وكنت أستأذن من المؤذن أني أأذن، وفعلا يعني أذنت بالميكروفون وكنت أذان يعني قريب من أذان الحرم مكة يعني، وبكذا انتهى الحلم. ما شاء الله. هذا إذا لك في أمر ما، أنت مقبل على زواج أو مقبل على يعني؟ أنا شيخ متزوج عندي ولد الحمد لله. طيب مقبل على شيء يعني تحس فيه صلاح لنفسك ولحياتك؟ والله أنا يعني قدمت على إمامة في المسجد نفسه. ما شاء الله تبارك. المسجد نفسه أي مسجد؟ المسجد اللي أنا أذنت فيه يعني في المنام. ما شاء الله. إذا لعله يعني على ظاهر الرؤية إن شاء الله لعله يكون قبول لك في هذا الأمر وتمام إن شاء الله. طيب شكرا يعني. شكرا يعطيك العافية. حياك الله. كمان من الرسائل مرسل يقول حلمت أني أصطاد سمك والبحر كانه متجمد بكل يسر. يقول أنا موظف وأفكر أترك شغلي وأفتح لي شغل، وخاطب مقبل على خطبة أو عادة مرة أخرى معلش ما كأنه نفسه. حلمت أني أصطاد سمك والبحر كانه متجمد بكل يسر بهذا اللفظ. إلى هنا ما شاء الله. يعني هنا السمك يرمز إلى رزق، ورزق سهل يعني سيكون الحصول له لله سهل، مع أن هناك في حالك وفي وضعك شيء من الجمود وشيء من عدم التحرك، لكن إن شاء الله هذا الأمر يعني سيعوضك الله به يعني فيه خير، ستحصل إن شاء الله على الرزق الطيب الذي تريده والحلال إن شاء الله. طيب نذكر مستمعينا الكرام على الاس تي سي 847700 موبايل 640660 وزين 746262 او على الخط الساخن 700-57499 مستقبلين اتصالاتكم ومناماتكم على الاس ام اس، وراح ان شاء الله تعالى نفسرها على الهواء. ناخذ معنا اتصال. السلام عليكم. الو مرحبا. السلام عليكم، انت على الهواء معنا وخرج. لا مو معنا. طيب اتصال ثاني. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم، انت على الهواء. السلام. حياك الله. الاسم كريم. محمد. تفضل اخوي محمد. الشيخ يوسف يسمعك. انا حلمت اني كنت واقف قدام المراية ايه، وشعري طويل وناعم ومشط يعني اشبه بشعر البنات، بس هذا الخبر. ما شاء الله. انت اخي الكريم غير متزوج؟ لا متزوج. كيف حياتك مع الأهل؟ هل هناك يعني في بعض الأشياء المزعجة لك؟ الحمد لله يعني تمام، في أشياء بسيطة يعني. على كل حال هذه تحتاج منك إلى استشارة أخ، يعني المرآة تمثل يعني شخص تستشيره الصالح في بعض الأمور أو المشكلات التي تعاني منها في هذا الأمر. يعني الشعر هنا يرمز إلى الحياة الزوجية ويرمز إلى يعني الحياة الطيبة إن شاء الله والستر مع الزوجة، فلعلك يعني تستشير بعض يعني أهل الخبرة في ذلك، وإن شاء الله أنه هذه المشكلات تزول عنك إن شاء الله وترتاح منها بإذن الله.
الله شكرا الله يبارك فيك. حياك الله. أيضا من المنامات مرسل الحل أرسل بمنامين يقول حلمت بأني مريض بالسرطان والمنام الثاني أني ألاعب أرنب وقبلني الأرنب. أولا فيما يتعلق بمرضك بالسرطان هذا تخويف من الشيطان أخي الكريم, لا يعني إن شاء الله ما يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى, هذا تخويف من الشيطان حتى يزعجك لأن الإنسان يخشى من مثل هذه الأمراض السيئة. ثانيا فيما يتعلق تقبيلك للأرنب, الأرنب يرمز إلى يعني شخص جبان يعني فيه شيء من يعني الخطأ أو الفسق والله أعلم, وأنت تتقبل هذا الشخص, ولهذا يعني احذر يعني من هذا الشخص يعني من تقبله, لعل هذا الشيء يعني قد هذا الشيء يضرك أو يضرك هذا الشخص. حاول أن يعني تنتقي أصدقائك وتبحث عن الصديق الصالح يعني يعني الذي إن شاء الله فيه فيه خير ويعينك على يعني الخير والله أعلم. جميل. أيضا رأيت في المنام أن امرأة أعرفها قالت لي رأيت في الحلم نخلتان وبيتان وبيتان من الشعر, وأنت وأختك كل واحدة منكم أخذت لها نخلة وبيت من الشعر لها وبيت من الشعر لها ولها وحدها, وانتهى المنام هنا. تقول أنا فتاة عمري 30 عاما وغير متزوجة وغير موظفة, وأختي عمرها 19 غير متزوجة وطالبة جامعية. نعم طبعا لعل البيت بيت الشعر أو شيء النخلة ترمز والله أعلم إلى يعني الرجل المؤمن الصالح, فلعل كلاكما ستوفقان إلى إنسان طيب فيه خير, وبيت الشعر لعله يكون شخص من البادية أو شخص يعني بسيط يعني ليس يكون لا يكون من النوع المتكلف أو من النوع يعني الصعب, يكون فيه إن شاء الله شيء من البساطة أو شخص من البادية والله أعلم. طيب مرسلة أيضا أرسلت تقول حلمت أن انتقلنا مع أهلي في شقة جديدة فرشها جميل, كنا فرحانين كان يوجد طاولة في الصالة وكنا نتناقش مع أمي هل نغير مكانها أو لا, وأكلت في صحن وبعد انتهائي قالت أمي اغسليه, ثم رأيت أني رحت مع أمي إلى مكان كأنه دائرة حكومية بها نساء, فقابلنا خالتي وابنتها وجلست مع ابنة خالتي على طاولة وكان أمامنا الطاولة جالس عليها فتاتين كل واحدة عندها طرطة تأكل منها تأكل منها ولونها أحمر, وكنت أقول لبنت خالتي من فين جابوها شكلها جميل أبغى زيها. بعدها دخلنا أنا وأمي غرفة خلصنا أوراق نعم دكتور وخرجنا, وكان اثنين من خالاتي باركون لأمي وموظفة في المكان قالت باركون لأمي وموظفة في المكان قالت أنا وبنت خالتي نختار طرطة, فأنا أخذت تقول لون بامبي شكلها قلب وبنت خالتي أخذت حمراء. في النهاية تقول أنا حالتي فتاة عزباء وغير موظفة. هذه لعلها تدل على وظيفة لك والله أعلم, هذه الرؤية لعلها ترمز وتدل على وظيفة لك إن شاء الله, فلهذا يعني إن شاء الله وهذا سببه برك بوالدتك والله أعلم, برك وحرصك على يعني على طاعتها وبرها, لعله يكون سبب إن شاء الله توفيق لك في هذا الأمر فيما يتعلق بحياتك الوظيفية والله أعلم. طيب نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل على STC 84-7700 موبايل 640-660 وزين 746-2-62 أو على رقم الهاتف 700-5749. راح نخرج مستمعينا الكرام دكتور يوسف لفاصل قصير وراجعين لكم على طول, فخلوكم معنا. برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. مستمعينا الكرام مكملين معكم برنامج منامات وتفسير الأحلام والمنامات إن شاء الله مع الدكتور يوسف الحارثي ومعي أنا فؤاد الأهدل. دكتور يوسف مرحبا بك مجددا. يا أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور. نكمل قراءة المنامات بس نذكر بأرقام التواصل على STC 84-7700 موبايل 640-660 وزين 746-2-62 أو على الرقم على 700-5749, هذا الخط الساخن اللي راح نستقبل الاتصالات مباشرة. مرسل يقول رأيت في المنام أني جالس وعلى قدمي جذع شجرة كبير
وحركه وما يتحرك، إلين ساعدني شخص ما ورفع معايا الجذع، فيقول فقامت قدمي تنزف دما، وبعد ذلك رأيت نفسي في غرفة وفيها مرايا، وقدمي التي كان عليها الجذع نحيفة جدا. وبعدين دخلت على مدير الجوازات فأعطاني كوبونات كثيرة، هذه الكوبونات مثل الواسطة إذا قدمتها تمشي معاملتي. يقول أنا تاجر ومعقب ومتزوج وعندي 3 أطفال. ماشي، معلش أعد، يعني فيها طيب. شيء مهم ده يعني شيء. أوكي، رأيت في المنام إني جالس وعلى قدم جذع شجرة كبير أحرك وما يتحرك، إلى أن ساعدني شخص ما ورفع معي الجذع فنزفت قدمي دما، وبعد ذلك رأيت نفسي في غرفة ما وفيها مرايا، وقدمي أو قدمي اللي كان عليها الجذع صارت نحيفة جدا. وبعدين دخلت على مدير الجوازات أعطاني كوبونات كثير، وهذه الكوبونات مثل الواسطة إذا قدمتها تمشي معاملتي. ما ذكر شيء من حالي. الحال اللي ذكر أنه تاجر ومعقب ومتزوج وعنده 3 أطفال. ما شاء الله، على كل حال هو يعني ترمز إلى عمله ووضعه يعني، ويعني اجتياز كثير من الأمور التي يعني يعاني منها، قد تكون هناك بعض الصعوبات في عمله، لكن لعله إن شاء الله بشيء من الصدقة ويعني الإحسان إلى الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، لعل هذا يكون سبب إن شاء الله انفراج لأموره وتمام لحاله إن شاء الله، والله أعلم. طيب نأخذ معنا اتصال. السلام عليكم. ألو مرحبا. ألو معنا المتصل ولا خرج؟ طيب الكنترول يقول ما هو فيه. نأخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. ألو. ألو مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، أنت على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله الله يحفظك يا أخي. أول شيء نبغى دكتور رقم الدكتور مرام رشاد، الله يخليك. طيب أنا ما عندي، ممكن الكنترول يعطيك الرقم لكن مهلا. مرة أعطتني الدكتور الكنترول بارك الله فيك وأنا ضيعته، الدكتور محمد حمد برضه. طيب إن شاء الله اتصل يعني بعد البرنامج والكنترول يتواصل معك. يا أخي والله أنا دحين أنا ما توقعت إنه حصلت الخط لي، يمكن من الساعة الظهر أنا أدب. طيب خليك إن شاء الله وخلينا أكلم الكنترول الآن ونشوف إذا كان الكنترول الآن يسمعنا وإن شاء الله تعالى راح يتواصل معك. حياك الله. نأخذ معنا اتصال. السلام عليكم. أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أفسر حلمي؟ ممكن، الاسم كريم. أنا اسمي أم فراس. تفضلي أم فراس. عندي حلمين لو سمحت. تفضلي. أول واحد، اليوم حلمت إنه قاعدة في بيتي فوق، يعني في بيتي، وفي على طاقة الصالة في زي طيران يعني مسوين عش، بس طيور كبيرة. نعم. مدري هي بجع أو شيء ثاني اللي كده تجي رقبتها طويلة. طيب. يعني ذكر وأنثى مسوين عش في عند الطاقة. وبعدين جات عاد أنا مرة خايفة إنه كيف قدروا يكسروا يعني المفتاح حق الطاقة وقاعدين عند طاقتي. وبعدين رحت برضو غرفة يعني غرفة الجلوس. هي. لقيت برضو نفس الشيء كده، كان الشيء طايح والطاقة مفتوحة. وبعدين نزلت يعني ذهمت أم زوجي بقول لها شوفي، ومرة خايفة إني ما عاد حدخل البيت. وبعدين قامت مسكت واحد من هذه الطيور وكده ماسكتها من رقبتها تقول لي أمسكيها يعني بنشوف يعني ولد ولا بنت. طيب. وأنا يعني ذكر أو أنثى وأنا يعني مرة خايفة. بعدين لما هي مسكت واحدة منهم قام جاء زي ما تقول السرب حق الطيور هذه كلها، جاء كده كثير طاير جهة بيتنا. وبعدين ناديت برضو أختي الكبيرة وطلعت معايا وشفت كأنه نسر أسود ما فيه ولا شيء يعني غير أنه أسود قاعد يطير يعني حولنا البيت بس هذا، وكأنه بناكل عيش يعني أنا وأم زوجي قاعدين ناكل عيش أبيض. طيب دكتور تفسر بعدين نروح للمنزل. نعم طبعا هذا يدل أختي إن شاء الله أنك عندك حياة كريمة، بس يحتاج منك إلى تحسين نفسك دائما. يعني تعرف الإنسان مهما يكون إذا لم يكن متحسن بذكر الله وبالأذكار الشرعية يعني آية الكرسي والمعوذات يكون عرضة لأي أذى يعني. ولهذا يعني نصيحة يعني إن شاء الله حتى يطيب لك العيش في هذه الحياة، حاولي أنك دائما تحسين نفسك وحافظي على أذكارك، أذكار الصباح والمساء، وعلى يعني التعويذات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. فيعني هذه لعل الرؤية تدلك على هذا الأمر وتحثك على هذا الشيء، والله أعلم. طيب المنام الثاني. المنام الثاني قبل تقريبا 3 أو 4 أيام على الفجر برضو حلمت أني عند أهلي في بيت أهلي،
وكانت أمي نايمة في غرفتي وأنا رايحة أنام في غرفة أمي. بعدين ولدي طلب الحمام كده، كان خايف يروح الحمام ولدي الصغير. طيب. فقعدت فتحت له النور قلت له شايف ما في شيء لا تخاف. بعدين وديته الحمام الله يكرمك، وكان الحمام كده زي كراسي جنب بعض. وفتح لي الحمام كأنه أخويا الكبير مازن، وبعدين بقول له خلاص يلا أنت روح هناك دير وجهك عشان أنا وولدي ما نستخدم الحمام. فبس لما جيت الله يكرمكم قعدت على الكرسي شفت نجاسة، شفت زي دم، وزي دم بس دم يعني دم نجس، بس إنه ما هو حقي، حق أختي الكبيرة. فبس خلاص يعني كده على طول قرفت وقمت وكأنه كده تنجس يعني الملابس الداخلية. بعدين مسكت الرشاش وصرت أنظف الدم ما هو راضي يخرج، يعني بالماية أشيل، أحاول إني أشيل الدم، وأنا بشيل يعني الدم كده ظهر زي شعر مقصقص، شعر مو تبعي، تبع أختي الكبيرة. وبعدين قعدت أرش يعني تعبت من كثر ما رشيت، بس إني برضو يعني إلا أبغى أشيل هذا الدم النجاسة يعني وبس. وبعدين الحمد لله يعني كله راح. طيب. وبس ولدي يعني برضو نفس الشيء كان في الحمام معايا يعني ولدي الصغير. وهي أختي إنه عندها يعني هي في مو في المنام يعني في الحقيقة أختي شغالتها سويت لها يعني قبل لا تسافر، بعد ما سافرت يعني اكتشفت إنه سويت لها زي عقاد وسحر وكذا يعني. طيب أختي يعني هذا هو المنام. كثير في هذا الموضوع، أنت توسوسي كثير في الموضوع هذا. أيوة يعني فرحة وشايلة همها ودائما أدعي لها. لا أنت موسوسة من هذا الشيء، أنت تخافي من هذا الشيء يعني بشكل كبير. والله يعني وبعد اللي يعني صرت اشوفه وكذا واسمع صرت فيه واخاف يعني. لا يا اختي الحمد لله يعني دائما انا بسوره البقره ودائما بالاذكار. هذا الكلام انت توكلي على الله اختي ولا ما يضرك شيء، يعني هذه الامور لن يصيبها الا ما كتب الله لنا، الواحد يحتاج الى توكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتضرر بمثل هذه الاشياء ما دام انه على ذكر وعلى طاعه وعلى تحسين ما يضر شيء. فهذا لعل الرؤيه يعني نبهك انك لا تلتفتي للامور هذه كثير، توكلي امرك الى الله سبحانه وتعالى، لان الوسوسه والتفكير في مثل هذه الامور قد تورق الانسان في هم وفي يعني اشياء يفكر فيها قد تضره والله اعلم. جميل. اختنا من فراس شكرا لك. ايضا حلمت ان جدي كان تعبان وانا ولد خالي عنده، وبعدين جدي قام بالسلامة وجلست أنا وولد خالي في الغرفة نفسها وكنا فرحانين نتكلم ونضحك ونلعب. ذكر جده أنه حي ولا ميت؟ ما ذكر صراحة. على كل حال أنا أظن والله أعلم هذا يتعلق بحظ لك في بعض الأمور، يعني قد تكون متعطل أو يعني متعطل هذا الأمر أو تعبان حظك كما يقال في بعض الأمر، لكن الرؤية تبشر إن شاء الله أن أمرك إلى خير وحظك إن شاء الله يعني إلى خير بإذن الله، يعني أنت تفاعل بالخير تجده، وهذا نعم. لعل تدل على هذا الشيء أنك يعني إن شاء الله بتفاؤلك وبدعاء الله سبحانه وتعالى وسؤال الإعانة منه إن شاء الله ستتيسر لك الأمور ويعني تبتسم لك الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا حلمت أني أدعي لجدي وجدي توفى قبل شهر، يمكن هذا الحال أنه جده توفى قبل شهر. على كل من هذا لعله يعني جزاك الله خير يعني قبول دعوات أنت تدعو بها إلى هذا الجد، ولعلها إن شاء الله الرؤية تبشر بقبولها إن شاء الله. طيب. أبو تركي من مكة يقول حلمت بين صلاة العصر والإقامة وأنا شبه نايم أني كنت أصلي وأنا إمام للجماعة، وبعد البداية في القراءة شعرت بأني أسقط للأمام وأشعر بإغماءة، ولكني كنت أشعر بأصواتهم إلى هنا. أعيد المنامة واضح. لا يعني والله أنا أظن يعني هو أمر تأمه، ويعني هذا الأمر مزعج لك تخشى من إزعاجه، لكن يعني لا تلتفت لما يحصل يعني من هذا الأمر كلام الناس في هذا الأمر، وأنت في خير إن شاء الله، الأمر اللي تأمه واللي تسعى فيه وتمشي فيه إن شاء الله في خير لك إن شاء الله، لا تلتفت إلى أي شيء مزعج لك إن شاء الله في هذا الطريق والله أعلم. طيب. كمان رأيت في المنام أن بشار الأسد يقف أمامي يمسك بيده ثوبا أبيضا يريد أن يلبسه. هذا لعل إن شاء الله العاقبة لإخواننا إن شاء الله عاقبة حسنة وطيبة بإذن الله إن شاء الله، المستضعفين في سوريا إن شاء الله، يعني لعل هذا الرؤية تبشر بهذه العاقبة إن شاء الله والله أعلم إن شاء الله، نسأل الله أن يفرج عنهم. كذلك نذكر بالاستيسي 84-7700 موبايلي 64-660 زين 7-4-6-2-6-2
مجددا على STC 847700 أو اللي مشتركين في موبايلي 640660 وزين 746262. أيضا رأيت بأني ذهبت إلى السوق وإذا رجل ما أعرفه يبيع دهن عود ويدهن يدي بقوة حتى أصبحت يدي تلمع من كثر دهن العود ورائحته الجميلة. مرسلة تقول غير متزوجة وعمري 24. طبعا دهن العود هنا يرمز إلى إن شاء الله الذكر الطيب والعمل الطيب يعني والأصدقاء الطيبين، فلعله يعني إن شاء الله أنت تحرصين على هذه الأمور وهذه إن شاء الله يعني ستكون سبب خير لك ونفع إن شاء الله. طيب مرسل يقول حلمت على مدى 3 أشهر 6 أحلام، يقول فسرتها يا شيخ بأنه نصيب لي في زواج. يسأل يقول يا شيخ ما تفسير تسلسلها؟ والله نحتاج لمراجعة هذه، نحتاج إلى الرؤية كل الرؤى كلها ويعني تغيرات هذه الرؤية لعلها يعني يتبين يعني إن كان هناك فائدة من هذا التسلسل لعله يتبين إن شاء الله. هو عادة دكتور هل يعني المنام وما أعرف بالحال يعني لأن الحال يعني أحيانا تغير الرؤية يعني هي قد تتواطأ الرؤى يعني تختلف بالشكل في رموزها وتتواطأ على أمر معين ويسمى هذا اختلاف يعني تنوع تدل على جنس واحد لكنها جميل. تتنوع في الرموز، فهذا قد يكون له فائدة، قد يكون له فائدة بحسب الحال، قد يتغير شيء من الحال في نفس الإنسان، قد يقدم على أمر ويترك أمرا آخر، يعني هذه يعني قد تتغير بتغير الحال والله أعلم. يعني أنا من باب الفائدة عامة يعني لا أدخل في التفاصيل لأن لا أملك هذه التفاصيل الآن. هو أنه قد يتغير تتغير الرؤية وبتغير الحال الذي أنت عليه وقد تدل كلها على وضع واحد، لكن هذا الوضع بحسب تسلسله وتغيره في حالك أنت تتغير الرؤية والله أعلم. طيب نكمل قراءة المنامات. مرسل يقول رأت أمي أن أبي ينام في حجرها وكان شعر أبي محلوق من الخلف والمقدمة كان فيها شعر وكان في بال أمي أن الحلاقة خربت قبل أن يحلق المقدمة، ثم أخذ أبي المقص وقال قصي الباقي، فقالت أمي لن أعرف، فقال لا ستعرفين، فقام أبي وقبل أن تقص أمي الشعر فرفع ثوبه وقال ارفعي ثوبك للفراش، ولكن دخلت عليهم حرمة، أول ما دخلت كانت ابنة أبي من زوجته المطلقة وكان أبي وأمي متضايقين منها. انتهى الحلم هنا. يقول علما أن أمي وأبي حصل بينهم مشكلة وفي خلاف بينهم. على كل إن شاء الله يعني الرؤية تدل على صلاح الحال وأن يعني والدتك يعني هي التي ستستوعب الموضوع وستوقف المشكلة، الحجر هنا والحجر من إيقاف الأمر ويعني زوال هذه المشكلة. نعم. لعلها هي التي ستزيل هذه المشكلة بإذن الله وهذا الخلاف، ويعني لعلها يعني تحسسها من بعض الأمور هو الذي سبب هذه المشكلة، ولهذا عليها هي نفسها إن شاء الله إذا تسعى يعني أن تزيل هذه المشكلات أو هذه الأشياء التي تتحسس منها وسيزول هذا الخلاف بإذن الله يعني وتعود الحياة إلى خير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب مرسل يقول أنا متزوج وعمري 28 ورأيت أحد أقاربي وهو شخص مقتدر ماليا، رأيته في منزل أمي وكان يوزع الأموال لأهلي أو أموال لأهلي، ثم قام بكتابة شيك بمبلغ 23,000 ريال كتبه باسمي وبعدها قام للخروج وقمت معه وكنت أتعامل معه بلباقة وأدب، ثم قام بكتابة شيخ آخر لي بنفس المبلغ. ما شاء الله هذا لعله طبعا هي ما ذكر شيء من حالها يعني عدا انه متزوج وعمره 28 ما ذكر شيء، هو نفسه قال متزوج وعمره 28. اي نعم هذا لعله يا اخي كريم هو شيء امر تتقدم له او تسعى فيه وتحصل فيه منه على نتيجه، يعني هذا الرقم وهذا الشيء يعني ان شاء الله ان النتيجه ترضيك انت وترتاح لها والله اعلم. طيب ايضا ناخذ معنا اتصال. السلام عليكم. ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام، أنت على الهواء. أبغى نشارك يا طويل. تفضل أخوي كريم، أنت على الهواء. الاسم كريم؟ معك أبو محمد. أبو محمد تفضل، الشيخ يوسف يسمعك. وين فضل الشيخ كان سلموه؟ معك الشيخ يوسف يسمعك، تفضل قول الرؤية.
الرؤية بين عمر حلمت اني في سوريا وان رحت على سوريا كذا وكنت مع وكنت قاعد مع المتظاهرين هؤلاء اللي يتظاهرون. نعم. كان كل واحد يبغى يطلع على يبغى يطلع يجيب كلمة اعطيه بشت عشان يلبس البشت ويطلع يجيب كلمة وزي كذا. فراح خلاص راحت المظاهرات ورحت علشان يطلع المدار بروح اسافر. فجيت ضابط المدار لقيت اثنين عسكر مسكوني كذا وودوني وين ودوني؟ قالوا احنا من البحث نوديك المباحث. وصلنا للبحث قبل قعد الو والله دكتور قطع اتصاله ما ادري والله يا اخي كريم. انا اظن يعني من انشغاله وتفكيره يعني والكل يعني كل المسلمين يعني يتألمون من المشرق الى المغرب على حال اخواننا في سوريا ولعله من يعني من هذا القبيل والله اعلم لعله من انشغال النفس و يعني ها يعني ازعاجها مما يحصل لاخواننا في سوريا والله اعلم. نذكر المستمعين الكرام على الاس تي سي 84 7700 موبايلي 6406660 وزين 746262 او على الخط الساخن 7005749. مرسل يقول انا احلم اني دائما احلم يقول ان ابلع حاجه لدرجه اني اقوم من النوم واحاول انزله لدرجه انه لمن ارجع او لمن ارجع ما اقدر فأبلعه في النهاية. يقول هذا الحلم يعاودني من 9 سنوات. طبعا إذا كانت هذه الحالة يعني تصيبه أثناء النوم فلعله يعني يكون هذا أمر فسيولوجي يعني يبحث ويعني يشوف العلاج يعني نعم لأن هذا الشيء اختلال في فيما يتعلق بالحالة العصبية للجسم في أثناء النوم ولعله يعني يسأل طبيب مختص في هذا الأمر يعني والله أعلم لأن هذا قد يكون يعني قد يكون شيء فسيولوجي في الجسم يحصل له أثناء النوم والله أعلم. وهذه حالات يعني مرت علينا حقيقة وعالجها بعض المتخصصين في هذا الأمر يعني يكون هو شيء يعني اختلال في بعض الأشياء الجسم أو في البدن أثناء النوم وإن شاء الله بإذن الله بشيء من العلاج يزول هذا الشيء والله أعلم. إذا كان هذا فسيولوجي أو في حاجة في تركيب الجسم إذا ما كان كذا لا هو واضح يعني أنه شيء يعني فسيولوجي في الجسم يعني يتعلق بالجسم في أثناء النوم يحصل للإنسان أحيانا قصة معينة أو شيء معين عند النوم وهذا يكون سبحان الله يعني يجد له علاج يعني نعم إن شاء الله يتناول بعض العقاقير الطبية في هذا الشيء إن شاء الله وإن شاء الله أنه يزول هذا الشيء بإذن الله. مرسل يقول حلمت بأني كنت في مقبرة ورديت السلام على أهل القبور وردوا علي السلام بصوت عالي وبعدها توجهت بالدعاء لله وأثناء الدعاء رأيت السحب تبرق ونزل مطر وصحيت من المنام ورأيت يقول وجدت نفسي رافع يدي وأدعي مع العلم أنه كان يوم جمعة ما شاء الله. هذا لعل إن شاء الله يعني من حرصك وسعيك في الدعاء أن الله يغيث المسلمين بالمطر فلعل إن شاء الله يعني لها بشارة بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر على ظاهر الأمر إن شاء الله. طيب رأيت في المنام أني جالسة في السيارة ورأيت على يميني أختي من أبويا وعلى يساري عمتي زوجة أبي وأمامنا الملك عبد الله حفظه الله أعطاني 1000 وبعدها 10 وبعدها 5 ثم أعطى أختي وما أعرف قديش المبلغ اللي أعطاها ثم أعطى عمتي وخرج من السيارة وأنا أنظر إليه وأنا فرحانة. ماذا كانت يعني أمور متقدمين بها أو شيء يعني يطلبون مساعدة في أمر ما يعني يتعلق بأمور اجتماعية والله أعلم بشأن اجتماعية لعل يعني تصرف لهم والله أعلم هذه على ظاهر الرؤية والله. طيب أيضا حلمت بأني أرى الشمس وهي تشرق من المغرب وكان معي 3 أشخاص لا أعرفهم وتوقف إلى هنا دكتور ما أدري إن كان هذا منام كامل أو غير واضح ما هو واضح. طيب نأخذ معنا اتصال. السلام عليكم. ألو مرحبا. ألو أيضا ما هو معانا الاتصال. لعلنا نقرأ آخر منام في الحلقة. رأيت أن لدي محلا بمختلف أو لدي حلا بمختلف الأشكال داخل وعاء كأنه سطل فقلت لزوجة أخي هل أكلتي من الحلا فأشارت برأسها نعم وقدمت لي واحدة لا أعرفها نعم هذه واحدة يقول قدمت لي ملعقة وصحن لآكل وانتهى الحلم علما أني غير متزوجة. يعني ما شاء الله هذه لعلها يعني كما حصل لأخيك يعني امرأة طيبة إن شاء الله
صالح، هل عندك يعني هذا سيقدر الله لك مثل هذا الأمر إن شاء الله والله أعلم. طيب إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دكتور يوسف أشكرك لتواجدك وتفسير المنامات، وأشكر مستمعين الكرام اللي أرسلونا واللي اتصلوا علينا. كنت معكم من خلف المايك فؤاد الأهدل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.